على جانب آخر، هناك تطور ملحوظ في المواقع الشرطية الخدمية، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات الرقمية في الأحوال المدنية والجوازات، تصاريح العمل، صحيفة الحالة الجنائية اللي هو الفيش والتشبيه. كل الخدمات دي بقت متاحة حاليا بشكل إلكتروني، يعني ممكن تصدر هذه الأوراق وحضرتك أو حضرتك موجودة في البيت، طبعا غير الدور الأمني المتعلق بمباحث الإنترنت ومواجهة الجريمة الإلكترونية. هذا الموضوع هو مسار الحديث في هذه الفقرة، تحديدا التحول الرقمي في الوزارة والخدمات الرقمية المقدمة لينا كمواطنين. معنا دلوقتي في الاستوديو الأستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. صباح الخير يا فندم، وأهلا بيك على صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. زمان كنا بناخد يوم أجازة، صح؟ عايز أنزل أعمل مثلا فيش وتشبيه، أو هطلع مستخرج رسمي من شهادة الميلاد، هجدد البطاقة، بنزل أخد يوم أجازة، ويمكن اليوم اللي بعده أكلمهم في الشغل أقول لهم معلش ما خلصتش الورق، أنا بكرة كمان هغيب. صح. الرحلة من هاخد يوم أجازة للي احنا وصلنا له النهاردة خدت شغل كتير. صحيح. فممكن تحكي لنا كده الرحلة من بدايتها لحد ما وصلنا لموقعنا. يعني يمكن أضيف حاجة، يعني مش أجازة بس، كان كمان الناس بتسافر. يعني كان في عبء نفسي، يعني كنت أجهز نفسي أنا رايح بكرة الحوالي المدنية، وخاصة في وقت الذروة اللي هو وقت المناسبات، تقديم لكليات الشرطة، لما وزارة التموين بتعلن عن إضافة مواليد مع دخول المدارس، كان في تكدسات وكانت تمتد طوابير لعشرات الأمتار خارج السجل المدني. ناهيك كمان عن الفترة الزمنية، لما كنا نروح نطلع بطاقة كنا نقعد 15 يوم تتوقف حياتنا، ولا نعرف نتعامل مع بنوك، ولا نعرف نتعامل مع مدارس ولا جامعات ولا 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 ولا, ولا. فكان لازم يكون في تدخل سريع وعاجل. عارف حضرتك ان الدنيا بتتطور حوالينا، فكانت وزاره الداخليه لابد ان تسير هذا التطور، وكان لابد ان تطوع التكنولوجيا الحديثه وما وصلنا اليه من تقدم علمي لصالح العمل الامني او لصالح الخدمات الشرطيه. زي ما قلت حضرتك، وزاره الداخليه اذا كانت بتقدم رساله امنيه هامه وهي مكافحه الجريمه بشقيها الجنائي والسياسي، فبالتوازي معاه بتقدم ما يعرف بالامن الانساني المتمثل في الخدمات الشرطية الخدمية اللي حضرتك لسه نوهت عنها. يأتي على رصاء الأحوال المدنية اللي أنا وحضرتك والأستاذ كلنا بنتعامل معها بشكل يومي من عن طريق المستخرجات وما إلى ذلك. الفترة اللي فاتت إيه اللي حصل؟ حصل تطور ضخم في منظومة المواقع الشرطية الخدمية. بدأ يتم الاعتماد على التحول الرقمي والرقمنة. حضرتك منذ أن تطأ قدمك مبنى الأحوال المدنية أو السجل الأحوال المدنية، تحس من الوهلة الأولى إنك أنت في بنك، تدخل تاخد رقم، ما عادش فيه طوابير، ما عادش فيه تشوف حد، لا خالص، تدخل تاخد رقمك في مكان متحضر بتقعد عليه، في شاشة بتعرض الأرقام، حضرتك بتتوجه إلى المكتب أو إلى الشباك. شباك. تمام؟ حضرتك كنت قديما بتلف على 10 15 شباك، وكل شباك فيهم طوابير، عارف فيلم بتاع أحمد حلمي الشهير لما قال لك لا ده أيوه. ده الطابور بتاع الاسانسير مش طابور الموظفين. أيوه. لا دلوقتي اصبحت بتنهي كل اوراقك وكل اللي انت عايز تعمله من نفس الشباك. ما يعرف باسم الشباك الواحد، بتتوجه الى نفس الشباك، بتاخد ورقك من نفس الشباك، بتتحرك. الامر اصبح لا يستغرق اكثر من دقائق. تمام؟ ده اذا حضرتك حبيت تروح الاحوال المدني. اذا حبيت حضرتك تخلص خدماتك بقى، الخطوه اللي حصلت بعد كده من البيت، فاللي بيحصل أتاح لك كذا خيار. الخيار الأول وهو الدخول على طريق الإنترنت، بسيطة جدا. المواطن بيدخل على جوجل، كلنا بنعرف يفتح جوجل، بيكتب موقع وزارة الداخلية، يفتح له الموقع فيه كذا حاجة خدمية، بتدخل على المكان اللي أنت عايزه، مرور، أحوال مدنية، اخترت الأحوال المدنية، بيظهر لك الأحوال المدنية، بيظهر لك كل المصدرات بتاعت الأحوال المدنية اللي حضرتك ممكن تختار منها. إذا اخترت عايز أطلع شهادة ميلاد، تختار شهادة ميلاد، بتختار وسيلة الدفع، بتحط العنوان بتاعك، بيجي لك مندوب تدفع بالكارت الإلكتروني الفيزا، يا إما تدفع عند الوصول لما يجي يسلمها لك، بتدفع تختار فلوس كاش. هو بيدي لك كذا اختيار، فبتختار تكتب عنوانك، الخدمة بتجي لك لحد البيت. فإذا يعني ما كنا نطلق عليه في الصحافة خدمة الدليفري. إذا من المشهد اللي حضرتك قلته من طوابير ومن عبء نفسي ومن يوم أجازة لاستخراج الورق بضغط الزر، انا بضغط على زر الكمبيوتر عندي او على الموبايل بتاعي، الورقه الموضوع وصل لخيارات اخرى، انك انت تتصل بالخط الساخن، افتحوا خط ساخن،
مش عندك نت، ما تعرفش تستخدم النت، فبتتصل بالخط الساخن بتطلب الخدمه نفس القصه، وتحدد الوسائل الدافع وتحدد العنوان، في مندوبين ولبس معين وليهم متساكل ومش وبيتحرك وبيجي لك ويجي لك لحد ايه لحد ايه. الامر تطور اكثر، اصبح في ماكينات في الشوارع، عارف الماكينه بتاعت الفلوس اللي احنا بندخل انا اكون عندي فلوس نصرف منها المرتب المعاش المرتب في اي مكان. اصبحت الماكينات دي موجوده في الشوارع، انا اذا لا اتعامل مع بشر، انا اتعامل مع اله، هذه الاله بدخل بياناتي والاله دي بتتعامل معايا، بتاخد وتدي معايا في الكلام. حضرتك عايز شهاده ميلاد كم نسخه؟ 10. عايزها باللغه العربيه وبلغات اخرى، احنا عندنا 17 لغه الاوراق، ودي حاجه مهمه جدا، لان في الاول كنا ناخد الاوراق دي ونروح مكتب توثيق رسمي وندفع فلوس ونقف طوابير، وبدل الورقه ما خلصها في يوم نخلصها في 10 ايام، دلوقتي بتطلع بلغات. واذا انا اختار هذه الخدمه وادوس برنت، الامر وصل اكبر من كده، ان هذه المراكز او النموذج السجلات المدنيه اصبحت لا تقتصر على المبنى بتاع الاحوال المدنيه لو في العباسيه وفي المحافظات وفي الاقاليم وفي الصعيد وفي الدلتا، لا اصبح تطور الى وجود هذه الخدمات في المراكز التجاريه المولات. انا واخد اسرتي وبنتفسح ودخلنا سينما اشترينا اكل وجنبي المول، المولات والنوادي والنوادي يا فندم. فانا بدخل النادي او ادخل المول بستخرج كل الورق كاني موجود في السجل المدني بالظبط. لحد الساعه كام يا فندم؟ لحد الساعه 9 بالليل. يعني انا بالليل خلصت شغلي روحت اتغديت، طب هل لحد الساعه 9 بالليل بس؟ لا يا فندم، يوم الجمعه كمان اصبحت السجلات المدنيه تعمل من الساعه 9 صباحا ل 9 بالليل يوم الجمعه. يعني انا يوم الجمعه عندي شغال طول الاسبوع، فانا متاح ليا ان اروح يوم الجمعه واخلص كل الاوراق بتاعتي. فاذا هذه الخطوات كان الهدف منها هو تخفيف العبء عن المواطنين، كان الهدف منها هو سرعه استخراج الاوراق. احنا دلوقتي الاحوال المدنيه مثلا بطاقه الرقم القومي اصبح عندنا كذا اختيار، في بطاقه الرقم القومي اللي بيتم استخراجها خلال اسبوع البطاقه العاديه، في البطاقه السريعه اللي هي بتستخرج في 3 ايام، في البطاقه الفي اي بي اللي بتستخرج خلال اليوم، في البطاقه الفوريه. البطاقه الفوريه انا دلوقتي البطاقه وقعت مني دلوقتي وعايز اخلص بقى فاروح دلوقتي حالا اقدم الاستماره دلوقتي واسلم واستلم في نفس اللحظه. يعني في بطاقه الفي اي بي في نفس الوقت، بطاقة السريعة اسبوع 3 ايام، اسبوع 3 ايام في نفس اليوم في نفس اللحظة، نفس اليوم في نفس اللحظة. عندك اربع اختيارات، عندك اربع اختيارات وحضرتك تختار كيفما تشاء. كمان كان لما البطاقة حضرتك ضاعت منك سواء فقدت او سرقت او كان في قصة في الاول، العملية الروتينية اللي هو تروح القسم الشرطة تعمل محضر وتعمل محضر، لا دلوقتي بتتوجه للاحوال المدنية نفسها وبتعمل مذكرة في الاحوال المدنية لا تستغرق اكثر من مش محتاج اروح القسم الاول اعمل محضر ان انا بطاقتي ضاعت وبعدين اطلع بالمحضر على السجل المدني. انا حطيت في الموقف ده بالمناسبه لما حضرتك قلت، انا تذكرت انا فعلا كانت بطاقتي ضايعه ورحت فعلا مركز الاحوال المدنيه وما يعني ما احتجتش حتى انا سالت، لان انا ما كنتش يعني ما كنتش عارفه بالظبط اعمل ايه، كنت مستعجله كمان جدا، فقال لي ما فيش مش محتاج ان انا اروح قسم واعمل محضر فعلا بدل فائد او ما الى ذلك. فاصبح في كمان مكان اللي مذكره، بتكتب مذكره وتمضي عليها والموضوع انتهى وتخلص ورا. الهدف كان من القصه دي كلها والانجاز والسرعه. اصبح كمان عندنا وافضي الاسم للحاجات الاهم، مش هروح اعمل محضر في الاسم. يعني الناس عندهم اشغال ثانيه، احنا لينا سنتين بنعاني من وباء كورونا والزحام واحنا بنخفف الاعداد فده كمان فرصه عظيمه ان احنا نتغلب على الزحام. كمان ظهر حاجه اسمها سيارات الاحوال المدنيه المتنقله، اللي هي اتوبيسات بتعمل بالطاقه الشمسيه، اتوبيسات بشكل متحضر جدا، هي بمثابه سجل مدني متحرك في كل حاجه. هذا السجل المدني ده بيروح القرى والارياف والنجوع في الصعيد والدلتا واي مكان فيه زحمه، بيقف في الشارع وحضرتك تستخرج قدام بيتك تستخرج كل الاوراق، بيذهب الى المشروعات الجديده الى العالمين الى العاصمه الاداريه العمال الموجودين هناك لحد المكان بتاعهم بيستخدم. وزاره الداخليه ذهبت الى ابعاد انسانيه، بمعنى انا عندي حد والدي او والدتي او حد عندي كبير في السن عنده 70 80 سنه ومش قادر يتحرك، ففي صعوبه انه يروح لاحوال المدينه عشان موضوع التصوير. تعرف حضرتك كل 7 سنين لازم نحدث البيانات لان ملامح الشكل بتتغير. مظبوط. عندي واحد تعبان في مستشفى والبطاقه بتاعته خلصت وعايز يعمل عمليه، ولازم يعمل عمليه في اجراءات في ورقه لازم يخلص، حد عايز يصرف معاش. فانا فاتاحت وزاره الداخليه عن طريق الاعلام والعلاقات
ان حد من الدرجه الاولى يروح يقدم طلب. حضرتك عندك حد قريبك فبتروح تكتب طلب مكتوب انا عندي، وتكتب حيثيات الطلب، مريض كبير في السن، وترفق ما يثبت كلامك وتسيب رقم تليفون. ايه اللي بيحصل بقى؟ انت ما بتعملش حاجه تاني، هم اللي بيعملوا بقى. خلال 48 ساعه بيجي لك تليفون، يا فندم في ماموريه هتطلع بعد بكره من الاحوال المدنيه، نستاذن حضرتك تيجي تتحرك مع الماموريه. حضرتك بتتوجه مع الماموريه من هناك في عربيه مجهزه، سجل مدني ومتنقل، بيروح لحد بيت حضرتك، بيصور الشخص صاحب الشخص البطاقه ده، ويا فندم بعد كده بيرجع تاني ويخلص البطاقه ويبعت مندوب يسلمه البطاقه هو في البيت او هو في المستشفى او 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 هايل. يعني تقريبا ما فيش نقطه او تفصيله الحقيقه اقفلتها وزاره الداخليه. طب خليني اسالك بقى، يعني بما ان احنا بنتكلم يا استاذ محمود على فكره المعاناه والمواقف الصعبه اللي احنا كنا فيها على مدار سنين فاتت، كان في كمان خلينا نقول المرور كان نفس الفكره بالظبط. لو عايزين نستخرج رخصه قياده او رخصه عربيه او نجددها كانت برضو نفس المشكله. المخالفات، لا اصل انا ما كنتش موجود هنا، اصله مش انا. دلوقتي بقى في كاميرات مراقبه على تقريبا معظم الطرق، صح. بالصوره، صح. بتيجي مسج على الموبايل، صح. تقريبا بتكون فوريه، صح. بكل التفاصيل. عايز اسال حضرتك عن فكره هذه المنظومه، منظومه المرور الذكي وايضا وحدات المرور المتنقله. ده عظيم جدا فعلا. كلنا كنا نعاني فكره المرور مع انك انت تروح المرور وتشيل مخالفاتك تجدد، كانت الموضوع صعب جدا. ظهر ما يعرف باسم منظومه المرور الذكي. هذه المنظومه وحدات المرور زي ما قلنا لحضراتكم في بتعمل بالنداء الالي. حضرتك ممكن تحجز عن طريق الانترنت، يعني انا عايز اروح المرور الساعة، خلص شغل الساعة 1 الظهر، فأنا بحجز أنا معادي من 1 الظهر ل 2 الظهر، فبيديني رقم بتوجه على الوحدة بتاعتي في نفس البتاع. كمان أتاحت الإدارة العامة للمرور وجود أماكن فحص في بعض المولات، يعني حاليا ظهر في إحدى المولات في مدينة نصر، ثم بعض المولات تم تعميمها في كذا مول. إن حضرتك يعني كان الأول الأزمة إن أنا مقيم في القاهرة، فأنا موجود في اسكندرية والبطاقه بتاعتي الرخصه بتاعتي خلصت بتاعت وعندي فحص السنة. وعندي فحص، فلازم اجي من اسكندريه عشان اروح القاهره. لا دلوقتي اصبحت هذه المراكز يعني الموجوده في المولات، لو في حد مثلا ساكن زي ما حضرتك قلت في اسكندريه والرخصه بتاعته من القاهره، بالزبط. هو عمله اضطر ان هو يكون في اسكندريه وعنده فحص وعايز يجدد الرخصه عشان ما تتسحبش منه، تمام. بيروح يعمل الفحص أصبحت في المكان ويروح ياخد الورقة بالإنترنت يبعتها يقول لهم أنا عملت الفحص، ولا هم اللي بيقولوا للشبكة فلان جه عمل فحص وهو يروح يدفع الأتعاب بتاعة أو مصاريف إصدار الرخصة. في الوحدات الجديدة، الوحدات الإلكترونية، أصبحت أنت بتروح للوحدة الإلكترونية دي غير مقيد بأي محل إقامة. أنت بتخلص وعن طريق السيستم بيسمع انك انت خلصت فكره ربط المعلومات، ده هدف الرقمنه الاساسي، ربط المعلومات. اصبحت بتستخرج شهاده المخالفات، كان في عيب، عن طريق الانترنت بتدخل تدفع المخالفات نيابه المرور كمان، نيابه المرور كمان. فكره التظلمات ما عادش فكره انك انت لازم تروح بنفسك وتقدم حيثيات ان انا ما كنتش موجود، لا انت بتدخل دلوقتي بيجي لك خيارات المخالفه دي، انا ما كنتش موجود في المكان ده، انا ما كنتش، فبيبدا بناء على اجاباتك بيبدا يحدد لك، بينزل لك المخالفات بتاعتك 50% 25%. فاصبح في رقمنه بتحصل في المواقع الشرطيه بشكل عام. الهدف منها حاجتين، اللي هو اولا التغلب على الوقت، ثانيا تقديم خدمه تليق بالمواطن المصري وتتماشى مع الجمهوريه الجديده. احنا اصبحنا دلوقتي بنطور كل شيء، فاذا كنا بنطور كل شيء فكان الاحرى والاولى بينا ان احنا نطور الخدمات الخاصه، الخدمات اللي بتمس المواطن نفسه اللي بيتعامل معاه بشكل يومي، المرور، الاحوال المدنيه، الجوازات، تصريح العمل، كل حاجه. طيب استاذ محمود، زي ما حضرتك تحدثت وتطرقت لنقطه هامه جدا، انه بقى في كمان بعد انساني، ان كان في مراكز الاصلاح والتاهيل اللي حلت محل بعض السجون، ايضا فكره العفو الرئاسي. يعني احنا كل سنه في نفس التوقيت تقريبا، ما كانش كمان في مواقف اكتر، بنسمع دايما عن عفو رئاسي عن عدد معين من المسجونين. طيب ده سؤال مهم جدا. الفتره الاخيره زي ما قلت لحضراتكم ان وزاره الداخليه بدات تعلي ما يعرف بالامن الانساني، واكيد حضراتكم عارفين ان في كان استراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، فترسيخا لهذه الاستراتيجيه
بدأت وزارة الداخلية تفكر في إلغاء السجون العمومية وحلت ما حلها هي المراكز الإصلاح والتأهيل. هذه المراكز احنا شفنا مركز وادي النطرون ثم بدر، وفي القريب العاجل هيتم مراكز أخرى لإلغاء جميع السجون على مستوى الجمهورية. هذه المراكز الهدف منها الناس فاهمة، يعني في المعتقد القديم إن الناس فاهمة إن السجين ده بيدخل السجن وعقاب وسجن انفرادي السجن غير كده خالص. أنا بواقع عملي ومتابعتي لملف الأمني في وزارة الداخلية على مدار سنين طويلة زرت معظم السجون أو مراكز الإصلاح والتأهيل في الفترة الأخيرة. الهدف الأسمى منها هو تأهيل السجين أو ما تطلق عليه وزارة الداخلية النزيل. الهدف وزارة الداخلية قدامها تارجت إن الراجل ده دخل مذنب، أنا بقومه وعدل سلوكه بحيث يطلع للمجتمع يعرف يتعامل مع المجتمع. لو دخل لص يطلع ما بيسرقش، لو دخل تاجر مخدرات يطلع لا يتاجر في السموم. فأنا طول الوقت بقوم في سلوكه. هذا التقويم يشمل حاجات كتير، مشروعات إنتاجية، أخصائيين اجتماعيين بيقعدوا معاه، لو مش متعلم بيعلموه، في مكتبات، في أماكن تريض فيه أكيد حضراتكم شفتوا الفيديوهات، مش عايز أسرف فيها. طب هل وزارة الداخلية بتقتصر عند هذا الأمر؟ لا خالص. في هناك ما يعرف باسم شرطة الرعاية اللاحقة. أنا بتابعك في السجن وبعد ما تخرج، إيه اللي بيحصل بقى؟ بعمل لك مشروع خاص، أنت اتعلمت جوه مهنة معينة، فبطلع بعمل لك مشروع خاص وتابعك كل فترة، بساعد أسرتك، بقدم لك مساعدات، إذن حتى أضمن ليك إنك تكون شخص سوي. بالتوازي ده مع ده بيتم عمل ما يعرف بالعفو الرئاسي. العفو الرئاسي أو العفو الشرطي مختلفين عن بعض، العفو الرئاسي اللي بيجي برئاسة الجمهورية. العفو الشرطي اللي هو واحد مسجون مثلا فعليه 25 عليه 20 سنه قضى نص المده، فقضى نص المده، فنص المده الثانيه بيطلع، ولكن بتكون هناك شروط مراقبه، يعني هناك لجان فنيه وقانونيه بتضع مجموعه من الشروط، ابرزها يكون اثناء وجوده في السجن حسن السير والسلوك، خروجه لا يمثل خطر على الامن العام، يكون النوع القضيه المتهم فيها غير مخله بالاداب، قضيه لا تمس امن البلاد، إذا تمس الشرف بالشرف. فإذا ما توفرت هذه الشروط بيتم إدراج، وإحنا بنشوف خلال السنوات اللي فاتت عدد كبير من المساجين بيتم الإفراج عنهم، وفي توسع في الإفراج عن المساجين بشكل كبير، والنهاردة إن شاء الله يحصل إفراج بإذن الله. هننتظر حيثيات وأرقام الإفراج بإذن الله النهاردة. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا فندم.